قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا حاجة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نهاية عام 2020، مؤكدا على متانة الاقتصاد الأمريكي. أتت أقوال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وقد عقدت محادثات بين مفاوضين صينيين وأمريكيين يومي الخميس والجمعة في واشنطن استعدادا لجولة المفاوضات المرتقبة بحسب ما أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي. أطلقت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مطالبين بالديمقراطية، وانطلقت مسيرة في المدينة بعدما أزال موالون للصين ملصقات ورسائل احتجاج عما يعرف بجدران لينون، وأحرق بعض المتظاهرين علم الصين وأضرموا النيران في حواجز الشرطة، وحطم آخرون معدات في محطة للقطار بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام.